ما رأيكم؟ أليس وسيماً؟ أليس شديد الجاذبية؟ بالإضافة إلى أنه رجل ذكي ومثقف، متحدث لبق، ودود للغاية، محب لأصدقائه، وعرف عنه الإخلاص الشديد، مرح، أنقذ حياة البعض ممن كانوا ينوون الانتحار، طموح، يسعى دائماً في طلب العلم، فقد حصل على شهادة جامعية في علم النفس بتقدير ممتاز، وواصل تعليمه في دراسة القانون. كل من تعامل معه أشاد ببريق شخصيته وقدرته على التأثير. وصفه أصدقاؤه بأنه كان كنجم سينمائي يخطف الأنظار في أي مكان يتواجد فيه. من يا ترى هذا الرجل الساحر؟ إنه سفاح النساء الأمريكي الأشهر تيد باندي، الذي قتل ما يقارب 36 امرأة على الأقل في السبعينات بأبشع طرق للقتل، ولا يزال عدد الضحايا الحقيقي غير معروف حتى الآن، ومتوقع أن يكون أكثر بكثير. ولد ثيودور روبرت باندي الشهير بتيد باندي في 24 من نوفمبر عام 1964 في فيرمونت، لأم شابة تبلغ من العمر 23 عاماً تسمى ألينور لويس كاول وأب مجهول. فقد ولد تيد كطفل غير شرعي في أحد منازل الأمهات الغير متزوجات، وبقي هناك لمدة شهرين. بعدها أخذت الأم طفلها وعادت به إلى بيت عائلتها في فيلادلفيا، وهنا بدأت المهزلة. شعر الأهل بالخزي والعار من ابنتهم التي عادت تحمل طفلاً غير شرعي، ولكي ينجوا من نظرات المحيطين، قام والد لويس بنشر أن تيد هو ابنه وأخاً صغيراً لها. كبر تيد على تلك الأكذوبة أن لويس التي تكبره ب23 عاماً هي أخته الكبرى وليست أمه. وفي بيت يشوبه العنف والمشاحنات، فقد عرف عن الجد سام كاول أنه ذو طابع مريع شديد الاهتياج والعصبية، يتعامل بعنف مع بناته ويضربهن. أما الجدة فقد كانت تعاني من الاكتئاب وعدة أمراض نفسية تخضعها للعلاج بالصعقات الكهربائية. ظلت في هذا البيت القاسي إلى أن بدا منهما أخاف لويس، ولفت انتباهها إلى تأثر سلوكه النفسي بطريقة تعامل والدها معهم. فقد استيقظت خالة تيد الشابة من النوم لتجد تيد قد جمع كل سكاكين المنزل وأحاطها بها موجها نصالها إليها وهي نائمة، لتستيقظ الأم والخالة على هذا المشهد المخيف. فتقرر الأم الهروب بطفلها لتسكن إلى جوار عمها جاك في تاكوما بواشنطن، وعملت كسكرتيرة في مجمع الكنائس. بعد سنوات قالت أن ذلك كان مدمراً له أن يترك سام الذي اعتقد أنه أبوه. بينما كانت تيد شديد الانسجام والإعجاب بعمه جاك الذي كان أستاذاً للموسيقى في جامعة بودكيت ساوند بواشنطن، وتمنى أن يصبح مثله في نجاحه وتميزه، صفع بزواج أمه من جون باندي الذي حمل اسمه طيلة حياته، والذي كان يعمل طباخاً في مستشفى الجيش. وهذا ما يتنافى تماماً مع طموح تيد في أن يكون مميزاً اجتماعياً ويحيا في أسرة ذات شأن عظيم، علاوة على غيرته من علاقة والدته الجديدة. فتوترت علاقة تيد بزوج والدته من اللحظة الأولى، فهو لا يمكنه أن يمنحه ما يتمناه مادياً واجتماعياً. ثم أنجبت منه لويس 4 أبناء، فبدا استياء تيد لوالدته التي جعلته يتعرض للإذلال من تلميحات ابن عمه لكونه غير شرعي. لذا يؤمن العديد من الخبراء أن بذور غضبه زرعت في طفولته الأولى. عرف تيد في مدرسته بأنه شديد الخجل، يتلعثم في الكلام ولا يوعد البنات. كان منزعجاً بسبب وجود عائق في الكلام، ولأنه لا يستطيع مواكبة زملائه. كان مفتقراً إلى النعم الاجتماعية التي تعلمها واستخدمها لاحقاً لسحر الناس وإقناعهم بأنه لا يمكن أن يكون قاتلاً. كان تيد القاتل المتسلسل والمغتصب الأمريكي
أحد أكثر المجرمين سيئ السمعة في أواخر القرن العشرين، لا يكتفي بالقتل فقط، بل جعله ممزوجاً بالاغتصاب بأفظع الطرق وتقطيع الرؤوس والأوصال. تلك جرائمه التي أخفاها عن الجميع. أما أصدقاؤه لم يتوقعوا مطلقاً أن صديقهم الوسيم اللطيف الودود هو ذلك السفاح المروع المجرد من الإنسانية، فكيف لهذا الشاب الساحر أن يرتكب جرائم لا تروى في حق أناس هو لا يعرفهم؟ عندما كانت طالباً في جامعة واشنطن، وقع في حب امرأة شابة جميلة وغنية من كاليفورنيا. كان لديها كل ما تمناه من الجمال والمال والطبقة الاجتماعية التي طالما حلم بالانتساب إليها. ارتبطا لمدة عام، أحبها تيد حباً حقيقياً، وكانت المرة الأولى لتيد أن يمارس فيها الحب مع امرأة احتلت قلبه بالكامل. ثم كانت الصدمة عندما قالت له ستيفاني بروكس أن الرومانسية بينهما قد انتهت، وأنه غير طموح ولن يذهب لأي مكان. انفصلا كعاشقين، إلا أن تيد ظل على تواصل معها سراً عبر الهاتف تحت مسمى الصداقة، مخططاً لرد الجرح الكبير الذي أحدثه فيه رفضها لحبه. في بداية الانفصال شعر تيد بإحباط كبير يهزه من الداخل. كان محطماً في عالم مليء بالألغاز. لقد امتنع عن الدراسة وذهب لزيارة أسرته في فيلادلفيا في تصميم على فك ارتباك علاقته بلويس كاول ومعرفة من هو. وهنا كانت الصدمة عندما عرف صراحة وهو في العشرين من عمره أن أمه بلا شك وليست أخته، وأن سام هو جده وليس والده، وأن الأب الحقيقي غير معروف. تهدم هذا الرجل بشكل قاس على يد امرأتين، الأولى هي أمه التي خدعته، والأخرى التي كانت حبيبته بعد أن خانت حبه ورفضته. عديد من الخبراء النفسيين الذين درسوا حالة تيد أكدوا أن ذلك هو الوقت الذي ينتقم فيه انتقاماً بشعاً من كل النساء. كما ذكر أن كل ضحاياه يجمعهم شبه كبير بحبيبته الأولى بشعرها الطويل المنسدل على كتفيها والمقسوم من المنتصف. مع عزم وإصرار كبيرين رجع تيد إلى الجامعة في واشنطن، وأخذ غرفة مجاورة وبدأ في استكمال دراسة علم النفس. تميز بشكل ملحوظ، واتضح أنه تجدد شبابه مع غرض آخر بغض النظر عن الشياطين الثائرة بداخله. في عام 1972 تخرج تيد بتقدير ممتاز في علم النفس، وأراد أن يكمل مسيرته العلمية بدراسة القانون، وحصل على جواب توصية من أستاذ له قال فيه: يؤسفني قرار السيد باندي، خسارتنا له في علم النفس مكسب لكم في القانون. بحلول منتصف السبعينات حول باندي نفسه وأصبح أكثر ثقة كما يبدو من الخارج، ونشط في الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى أنه حصل على جواب توصية من الحاكم الجمهوري لواشنطن بعد العمل على حملته الانتخابية. في عام 1969 قابلت في ولاية سياتل إليزابيث كاندل، شابة رائعة مطلقة ولديها طفلة، أحبته دون خجل وظل معها 6 سنوات. قالت عنه أنه محب ودافئ، ولم يكن أبداً عصبياً أو معنفاً، بالعكس هو دوماً حنون، وكان بمثابة أب لابنتها وغمرهما بحبه. يذكر أنها من بلغت عنه حين نشرت الشرطة رسماً مركباً له. في زيارة عمل له لسان فرانسيسكو قابل تيد حبيبته الأولى التي انبهرت بما صار إليه تيد من البزوغ والإشراق والثقة، فوقعت هي في حبه بجنون وقالت له أنها موافقة على زواجهما.
فسخر منها بشدة، وكان رده: عن ماذا تتحدثين؟ وقطع اتصاله بها للأبد، منتشيا بأنه قد رد لها الجرح القديم الذي لم ينساه. بعد يومين تقريبا بدأ باندي ثورته القاتلة التي استمرت 5 سنوات وأفزعت الإنسانية كلها. كانت ضحيته المثالية امرأة جميلة بوجه صغير وشعر طويل مقسوم من المنتصف، تلك الصفات تكاد تتطابق، وحبيبته الأولى. فقدت العديد من النساء في منطقة سياتل وأوريغون القريبة، حيث عمل تيد في وقت فراغه في الخط الساخن في مركز سياتل للكوارث بتلقي مكالمات المنتوين على الانتحار. والمفارقة أنه كان ينقذ الكثيرين منهم، وبحسب شهادة زميلته آن رول أنه كان لطيفاً جداً ودوداً جداً وكثيراً ما ينجح في إقناع المتصل بالعدول عن الانتحار. ليندا آن هيلي، طالبة في جامعة واشنطن وأول ضحية قتل معروفة لباندي، قتلت في فبراير عام 1974 بعدما ذهبت للفراش. دخل باندي إلى غرفتها وأفقدها الوعي ولفها بملاءة السرير وخرج بها بهدوء من المنزل، وقام بتمزيق أوصالها وفصل رأسها عن الجسد، ولم يتم العثور عليها إلا بعد عام. ارتكب باندي ما لا يقل عن 7 جرائم أخرى. كان يقوم باغتصاب الضحية التي حمل جثتها إلى الغابة عدة مرات، بل كان يعود مراراً وتكراراً ليكرر اغتصابها حتى تتحلل الجثة أو تلتهمها الحيوانات المفترسة. وذكر أنه كان يقوم بوضع مساحيق التجميل للجثة قبل اغتصابها لجعلها أكثر إثارة. هل كان ذلك مؤثراً معه وهو يراجعها مقطعة الأوصال أو وصلت حد التحلل؟ يرجح علماء النفس أنهم أمام قاتل متسلسل بهدف الجنس ومجامعة الموتى. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تفسير علمي ونفسي مؤكد يقول لنا من هو تيد باندي من الداخل، ولماذا كان ملائكي المنظر متوحش السريرة. هل هو مصاب بالفصام أم اضطراب الشخصية القطبية، مع اتفاقهم جميعاً على وجود قدر من النرجسية على كل الأحوال؟ كيف ساعد تعليم تيد ودراسته في ارتكاب جرائمه المفزعة بإتقان ودون أن ينكشف لفترة طويلة؟ دراسته لعلم النفس مكنته من الإيقاع بسهولة بكل ضحية والتلاعب بعاطفتها وإمكانية عزلها بإرادتها عن أماكن التجمع، حيث كان يتبع طريقة الاستعطاف مع كل ضحية بظهوره في الأماكن العامة حيث ميدان الصيد الواسع للإيقاع بالفريسة التي تصدق حيلته بأنه مصاب بكسر في الذراع يدعمها بجبيرة أو متكئاً على عكاز للحركة، فكان يتعمد إسقاط الكتب من يده ويطلب من الفتاة الهدف مساعدته في نقل الكتب إلى سيارته. هو دائماً في حاجة إلى مساعدة فتاة رقيقة تتعاون معه بإنسانية، ثم ينقض عليها بعصات معدنية من أدوات التزلق فيفقدها الوعي ويكبلها بالأصفاد في طريقه للغابة. كنا جميعهن فتيات طيبات مساعدات، ثبت أن لطفهن كان خطأ قاتلاً.